بون سمح الكونيكسيون دراري فريمون ناقصه بزاف، ولكن غادي نحاول نعاود ليدي كامله من الاول باش نتفاهموا. دونك انا دوينا على الفانل وكيفاش نقدروا نخدموا على الفانل ديالنا. استنى شويه ديال الناس دخلوا. اوكي بون الكونيكسيون كانت ناقصه شويه، غادي نحاول نعاود بخلاصه داكشي اللي قلنا ونشوفوا كيفاش نقدروا نقادو ان فانل اللي هو مزيان. دونك لو سوجي ديال هذا لو لايف هو الفانل. دونك عثمان هو اللي جبد لو سوجي هذا، كيفاش نقدروا نقادو ان فانل للناس بالنسبه للاي كوميرس. لقيت فاش كندويو على ان فانل ديجا شنو هو الفانل؟ هو واحد الدواز اللي كندوزو منه الناس باش نفلتريو دوك الناس عملاء اللي هما محتملين، يعني زبناء اللي هما محتملين، الزبناء اللي كيخلصونا فلوس. علاش في الاي كوميرس شنو كنديرو بزاف؟ كناخذو دي فيديو، يعني كناخذو فيديو ديال ان برودوي كيما كان مثلا هاد لاسوري هادي، كنحاولو نقادو ليها اون فيديو بروموسيونيل، والهدف ديال ديك لا فيديو دائما هي اننا نبيعو من الاول. يعني هادشي اللي كنديرو بزاف في الاي كوميرس. كاع لي فيديو ولا لي ميساج بوبليسيتير اللي كنشوفو حاليا سبونسورد على فيسبوك على يوتيوب، كلهم دي فيديو اللي كيحتو الناس انهم يشريو، يعني سون دي فيديو باش تبيع ديريكتومون. الفانل الخدمه ديالو اشناهي؟ الفانل هو انك كدوز الناس من بزاف ديال المراحل عاد في الاخر كتبيع لهم. يعني ما لي ميساج الاولين اللي كيكونوا ما كتبيعش بهم، الميساج الوسطانيين ما كيتبيعش بهم، الميساج الاخر يعني هو باش كتبيع. يعني هنا كتفلتري الناس، كتفلتري حتى الاخر تما فين كتبيع. وهنا غادي نعطيو امثله واحد المثال على ان فانل الاي كوميرس. الفانل الى شفتو بزاف ما كيخدموش به الناس بزاف في اي كوميرس في المغرب. انا قليل يعني عمري ما شفت شي واحد خدم فانل في اي كوميرس انا في المغرب، جي جامي فيو هاد القضيه هادي. لكن غادي نعطيو مثال ونشوفوا القوة ديال الفانل وكيفاش نقدروا نخدموا بلو فانل واشنا هو الدور ديال الفانل باش انه يجيب لنا داك ليون اللي هما زوون. مزيان، اول حاجة ان فانل كما قلت لكم كيخدموا به بزاف الناس في لي سيرفيس، يعني المسائل اللي شوية هاي تيكت اللي هما غالية. علاش ما كيخدموش فيه بزاف في الاي كوميرس؟ حيت كيتقام شوية غالي. من التجربه ديالي ومن داكشي اللي شفت، ان فانل كيتقام شويه غالي في الخدمه ديالو، يعني حيت كيكونوا بزاف ديال المراحل. يعني كيخصك تخلص على المرحله الاولى في فيسبوك ادز والكرييتيفز ديالو، الفيديو ديالو والمسائل ديالو، كيكون لاندي بيج ولا لوبتيم بيج الاولانيه، من بعد كيكون لي فيديو ديال الريتارغيت. دونك هنا غادي خصك عاوتاني تخلص على 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 فيسبوك ادز وعلى الفيديو ديال الريتارغيتين، وهي غادي يعني كل مرحله كتخلص عليها. الا عندك ان برودوي اللي فيه لا مارج اللي هي صغيره بزاف، هنا اللهم تخدم على دي بوبليسيتي اللي يكونوا ديريكت وتبيع بهم. اما فانل كيخدم مزيان في تو سكي براندين، يعني المسائل ديال البراندين كيخدم مزيان مخير، كيخدم في دي برودوي اللي شويه هاي تيكت ولا فيهم دي مارج لي بلوز او موان كبار. علاش؟ باش انك تربح ان ماكسيموم او لا تربحت ان ماكسيموم من داك لانفيستيسمون اللي كدير. مزيان، دونك فانل نعطيو ان اكزومبل ديال ان فانل ونبيعو به ان برودوي. سوبوزون كو قلنا غادي ناخدو ان برودوي لي كوسميتيك، مثلا ان برودوي اللي كيكتف اللي كيعمر هاد الحجبان هادو، يعني كيعمرهم مزيان، يعني كيعطيهم الشعر اكثر ولا كيعمر الحياة ولا كيعمر الشعر. حنا غادي نمشيو ولا كيعمر هاد مسائل ديال الرموش ديال العين، راه غادي نمشيو مع الحجبان والرموش. مثلا هنا غادي نعطيكم ستيب واحد، ستيب جوج، وستيب ثلاثة كيفاش نقدروا نخدموا ان فانل فاسيلمون ونجيبوا ان ماكسيموم ديال لي كليون اللي عندنا. اول حاجة غادي نقادو ما يسمى بون بوبليسيتي، نخدمو بأون بوبليسيتي اللي نجيبو بها ترافيك. يعني الهدف ديالنا في الأول ماشي هو أننا نجيبو داك ليون. سمح لي واحد الدقيقة أحمد،
دونك الهدف ديالنا في الاول ماشي اننا نجيبو دي كليون اللي غادي يشريو، ولكن الهدف ديالنا في الاول هو اننا نجيبو ان ماكسيموم ديال الترافيك، يعني نكليكيو الناس يكليكيو مزيان على داك الاد كوبي ديالنا ويدخلوا لنا مزيان داك لو سيت ديالنا ولا لوبتيم بيج ديالنا الاولانيه. علاش؟ باش نفلتريو الناس. اوكي، دونك هاد الطريقه اللي غادي بارطاجي معكم تقدر تخدم في براندين مفهوم المسائل ديال البراند سورتو في الكوزميتيك. مزيان جربناها تيستيناها خدامه لينا بزاف. دونك غادي نبارطاجي معكم هاد لا بوتيت استراتيجي وهاد لو بوتي فانل اللي كنخدموا به. دونك قلنا غادي نخدموا على برودوي ديال الحجبان. مزيان، غادي ناخذوا يعني في الاول ما غاديش نبيعوا لو برودوي، ولكن حنا الهدف ديالنا في الاول هو اننا نجيبوا ناس اللي عندهم اهتمام بهاد المسائل ديال الحجبان. كما قلت لكم في الفانل ما كنبيعش من الاول، خصني نجر عندي اكبر عدد ممكن ديال الناس اللي عندهم اهتمام بالمسائل ديال الحجبان وبالمسائل ديال الرموش مثلا، باغيين يكتفوا الشعر ديال الحجبان ديالهم والرموش ديالهم. دونك هنا في الاول ديك الاد كوبي ديالنا ما غاديش تكون البيع، يعني ما غاديش نحاول نبيع بها، غادي نخدم طريقه باش كيخدموا في الاربيتراج، طريقه باش كيخدموا في يعني في الادسنس كيفاش اتيري الناس. هذا هو الهدف ديالي في الاول، خصني يجي عندي بزاف ديال الترافيك. دونك انا غادي نحط ان ميساج بوبليسيتير كما كالتالي: واش بغيتي تكتف من الحجبان ديالك؟ ما عليك الا تضغط على البوطون اللي كاين لتحت، وهنا غادي دير واحد الصوره ولا واحد لا فيديو ديال شي راجل ولا امراه اللي عنده حجبان ورموش اللي هما كاتفين، يعني سامبل ايزي بيزي بدون تعقيدات. يعني واش بغيتي رموش كثار؟ كليكي على البوطون اللي كاين لتحت. دونك هنا هاد الطريقة هادي ديال واش بغيتي رموش كثار، كدير واحد الصورة ديال مرا ولا راجل اللي عندو رموش وحجبان اللي هما يعني كتيفين عامرين، وكدير لو بوتون مزيانة، يعني هذا تقدر تجيب ليك دا كليك، يعني الناس يقدروا يكليكيو على داك لو بوتون ويدخل عندك الاوبتيم بيج ديالك. يعني ابري غادي ندويو على الاوبتيم بيج وشنو كيكون فيها. هنا واش بغيتي رموش اللي هما كتيفين غادي يجيب داك ليك، ولكن الهدف ديالنا حنا دائما اون طونك ماركتر هو اننا نجيبو ان ماكسيموم ديال لي كليك باقل ثمن. علاش؟ انا غادي ندويو شويه على لي استراتيجي ديال فيسبوك ادز. كاين بزاف ديال الناس كيجيو عندي: خويا مروان عافاك اعطيني اون استراتيجي ديال فيسبوك ادز اللي طيح ليا الثمن ديال الكوست. بغيت نطيح الثمن ديال الكوست، اعطيني اون استراتيجي في فيسبوك ادز. شوف، فيسبوك ادز دائما اقولها كيبقى اداه فقط، كيبقى واحد الاداه اللي انا كنستعملها باش نجيب بها ترافيك. بون، كاين دي بوتون، كاين دي استراتيجي، كاين هاد المسائل كامله، كاين كيفاش تجمع لودونس، كاين كيفاش دير تارغيتينغ، كاين كيفاش دير ريتارغيتينغ، لكن هاد المسائل كامله ما كيعاونوش باش انك تهبط الكوست. الحاجه اللي كتخلي الكوست انه يهبط سور فيسبوك اد، سور يوتيوب اد، سور جوجل اد، سور سناب شات اد، سور قرينا الكحله اد، يعني كاع دوك لي بلاتفورم اللي كنطلقوا بهم لي بوبليسيتي، الحاجه اللي كتخلي الكوست يهبط هو الاد كوبي ديالك، لوفر ديالك. الاد كوبي هي اللي كتخلي الكوست انه يهبط والسي تي ار يطلع. يعني خص ديك الاد كوبي، شوف يا بنان، خصو يكليكي بزاف باش الكوست يهبط. يعني الخدمه ديالك هنا اون طونك ماركتر هو ان بنادم يشوف ديك لا بوب ويكليكي، تحبس ويكليكي بزاف. يعني الاد كوبي ديالنا ما كنبيعوش بها، الخدمه ديال الاد كوبي هو اننا نبيعو لو كليك فقط، يعني ماشي تبيع بها لو برودوي. دائما لو برودوي كتبيعو في التليفون، في السونتر دابيل، في السونتر دابيل دائما البيع كيكون في السونتر دابيل. دونك هنا الهدف ديال ديك الاد كوبي هو نبيعو لو كليك. مزيان، قلنا واش بغيتي تعمر الرموش ديال الحجبان، واش بغيتي تعمر الشعر ديال الحجبان ديالك، واش بغيتي تعمر الحجبان ديالك. هذه جمله زوونه اللي نقدروا نموديفيو باش اننا نحسنوها اكثر. دونك انا واش بغيتي تعمر الحجبان ديال واش بغيتي تعمر حجبانك اولا الرموش ديالك، زوونا بنادم غادي كليكي، ولكن كاين طرق باش انك تحسن هذه الجمله هذه ويكون الكليك بلوز او موان طالع. دونك هنا الا قلتي الطريقه الوحيده، دونك مثلا طريقه وحده اللي غادي تخليك الرموش ديال ولا الحجبان ديالك عامرين مزيان، يعني طريقه وحده هنا كنحددوا كنقولوا بلي فوالا خمسه ديال الطرق، ثلاثه ديال الطرق، جوج ديال الطرق، طريقه وحده
يعني انا كتانسيت الناس انهم يكتشفوا اشنا هي الطريقه هذه. انا كنديروا فريمون الخدمه ديال الاربيتراج او الخدمه ديال يعني نجيبوا ماكسيموم ديال لي كليك كيما كيديروا في ناتيف ادز كيما كيديروا في جوجل ادز. ناتيف ادز كيخدموا بهاد الطرق بزاف كيخلي بنان انه يجروا لعندو باش انه يكليك. دونك هنا كدير مثلا جوج ديال الطرق اللي غادي يحجب اللي غادي يخليو حجبانك يعمروا في قل من سيمانه. عاوتاني هنا كندويو على واحد زدنا واحد الحاجه اخرى. يعني هنا كندويو على الاد كوبي ديالنا. انا كندويو على الكوبي رايت. يعني جوج ديال الطرق اللي غادي يخليو حجبانك عامرين في قل من سيمانه ولا في قل من شهرين ولا في قل من يومين. يعني هنا كتعطي العدد كتعطي لا سوليوشن وكتعطي معها الوقت دائما. العدد لا سوليوشن ولا المشكل لا سوليوشن وفي شحال ديال الوقت. دونك كما قلنا يعني مشينا بواحد لو تيتر في الاول اللي هو واش بغيتي تعمر حجبانك. يعني واش بغيتي حجبان ديال الشعر الشعر ديال حجبانك يكونوا عامرين. يعني هذه جمله زوينه اللي غادي تخلي بنادم يكليكي. ولكن اون فوا كتحسن هذه الجمله هذه ثلاثه ديال الطرق اللي غادي يخليو حجبانك يكونوا عامرين في قل من سيمانه. هنا عاوتاني كتخلي بنادم فريمون انه يكليكي ويكتشف اكثر. من بعد هنا كاين بزاف ديال لي زوبسيون. انا عطيت مثال هنا كتلعب على الصوره ديال لو الصوره اللي كتكون. هنا كما قلنا ما كنديروش البرودوي من الاول ولكن هنا كنحاولوا نجروا عندنا الماكسيموم ديال الناس اللي عندهم اهتمام لهذا لو سوجي ولا لهذا الموضوع اللي كندوي عليه انا ولا الحل اللي كندوي عليه. في الصوره درنا واحد لا بوتيت يعني في اخر مره درنا واحد الصوره ديال ايغريك زد ميديا ديال لو سونتر دابيل ديالنا هنا وطلقنا بها اون بوبليسيتي ديال لو سونتر دابيل ديالنا ديال الناس ديال الاي كوميرس. شنو درنا في الصوره؟ هاد الفاز بالضبط مون كنت انا واقف في الجنب وهاد الفاز بالضبط دورت عليه واحد الحلامه اللي هي حمراء اللي لا تعني شيئا فريمون لا تعني شيئا. ديك العلامه الحمراء اللي دورت على لو فاز ما كتعني والو غير هنا اشنو وقع للناس. دونك شافوا واحد الشخصيه اللي ديجا كيعرفوها بزاف ولا الناس اللي ما كيعرفونيش شافوا مثلا الصوره. يعني شافوا الصوره شافوا ديك اللعيبه دايره على لو فاز. يعني هنا وقفوا هنا لو طو ديال السي تي ار كان طالع بزاف 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 بزاف. يعني قدرت انني نشد بزاف ديال الناس. يعني وقفت بزاف ديال الناس بديك الصوره اللي انا واقف فيها عادي ولو فاز هاد لو فاز بالضبط دورت عليه لو ديك اللعبه الحمراء وقفت به الناس. مي فريمون وقفت به بزاف ديال الناس. وقيت فاش وقفوا دوك الناس اول حاجه داروها شافوا ديك التصويره مزيان شافوا داكشي ولكن ما فهموش اشنو واقع تما. يعني علاش هاد البلان هذا داير بهاد الفاز هذا شنو داك لو فاز. دونك باش نكتشف اكثر اشنو واقع خصني نطلع نقرا اشنو مكتوب تما فين كيقربنا من داك لو ميساج بوبليسيتير اللي قلت لهم مثلا ديال جوج ديال الحوايج اللي ما غاديش يخليوك انك شنو كتبت تما اكزاكتومون شنو كتبت في ديك التصويره. جمله واحده غادي تخليك انك تنقص من الروتور وفعلا كتلقى واحد 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 جمله واحده اللي غادي تخليك انك تنقص في الروتور مع لو سونتر دابيل ديالنا. يو فوا كيكليكي بنادم على هاد اون سافوار بلوس على هاد لو بوتون هذا كيدخل لوبتيم بيج ديالنا ولا لاندين بيج ديالنا وكيلقى واحد لا فيديو اللي كنعطي فيه واحد لا فالور جمله فريمون كنعطيهم جمله اللي كتخلي الروتور انه ينقص وطو ليفريزون يطلع. يعني كتاتيري الناس كيقرا بنادم داك لو تيتر كيدخل عندك لاندي بيج ديالك ولا لوبتيم بيج ديالك وكيلقى لا فالور. يعني كيلقى فريمون واحد الحاجه اللي منطابقه مع لا بوبليسيتي ديالك اكزاكتومون. الاغراء ولكن ماشي الاغراء الخاوي كما كيديروا هاسبريس كما كيديروا سميتو يعني الجرائد الالكترونيه. كتقرا واحد التيتر اللي كياتيريك كتدخل كتلقى الخوا الخاوي. لا ماشي هذه الطريقه. كتلقى واحد التيتر اللي كياتيريك اللي خصك تاتيريك ويدخل بنان فريمون خصو يلقى ديك لا فالور. دونك هنا غادي نكملوا في الفانل ديالنا ونكملوا لي ستيب ديالنا. دونك انا ستيب واحد كما قلنا ما كنبيعوش من الاول.
كنحاولوا نعطيو فاليو للناس وناتيريو ان ماكسيموم ديال الناس اللي عندهم اهتمام بهذه المسائل ديال الحجبان وباغين يعمروا مثلا الرموش ديالهم. مازال ثلاثه ديال الطرق اللي غادي يخليوك انك تعمر الحجبان ديالك في اقل من شهرين بلا ما تمشي عند انستيتيسيان ولا شي حاجه بحال هكا. الا بغيتي تزيدها بلا ما تمشي عند الطبيب ديال الكورس ديال الاستيتيسيان، بلا ما تمشي عند الصالون، بلا ما تمشي عند هكا، يعني واحد الحاجه باقل ثمن وباقل ثمن ولا ماشي حاجه رخيصه بزاف. يعني جوج ديال الحوايج اللي غادي يعطيوك الحاجه اللي انت بغيتيها وغادي يحلوا لك المشكل ديالك في قل اولا في مده زمنيه ديال قده وقده بلا ما تمشي تخلص عليها شي حاجه اللي هي كثيره. دونك هذا سي ان اكزومبل ديال التيتر. هنا كتحاول تاتيري ان ماكسيموم ديال الناس، حيت كما قلنا وكما دائما كنقول الهدف ديال من هاد كوبي ديال هو انه يبيع لو كليك. سواء كنتي غادي تبيع ديريكت، سواء كنتي غادي تجيب غير ترافيك، سواء كنتي غادي دير اي حاجه، لكن الهدف ديال الاد كوبي ديالك دائما هو يكليكي الناس. نكملوا في المسائل ديال الفانل. غادي كليكي بنادم غادي يدخل لما يسمى بالاوبتين بيج او لا سكويز بيج. يعني واحد الاوبتين بيج، اشنو المعنى ديال الاوبتين بيج؟ اوبتين بيج هي واحد لاباج اللي كتعطي فيها دلا فالور، كتعطي فيها لا فالور ديال بصح للناس فابو، كتعطي فيها فريمون لا فالور للناس غراتويتمون. شنو هما جوج ديال الحوايج؟ كتعاود داك التيتر فوقاني جوج ديال الحوايج اللي غادي يخليو مثلا الشعر ديال الرموش وديال الحجبان ديالك يكونوا عامرين مزيان، وهنا غادي تعطي لا فالور. انت غادي خصك ضروري تكون كتفهم في داك لو دومين، يعني ما غاديش تجر الناس لعندك لواحد الحاجه اللي انت ما كتفهم فيها ولا ما عارف عليها والو. غادي دير البحث ديالك وغادي تشوف شنو هما جوج ديال الحوايج اللي غادي يعمروا فريمون للناس هاد المسائل هادو. فوالا الناس راه من بعد المعاناه ديالي مع الرموش كانوا ديما عندي خفاف، والحجبان ديالي ديما خفاف، ديما كنعمرهم بالقلم مثلا وكيكونوا معيقين ودائما في صراع مع الرموش ديالي. حتى لواحد النهار بديت كنقلب في انترنت ومشيت سولت الناس وفعلا طحت في واحد جوج ديال العشبات مثلا اللي خلاو الرموش ديالي والحجبان ديالي ولاو كتيفي من بعد ما كنت كنستعملهم. يعني هنا مازال ما كندويش على، يعني كندير شويه ديال السسبانس للناس، يعني ما كنعطيهمش اشنو هما جوج ديال الحوايج من الاول، كنعاود لهم يوني صور على اشنو وقع ليا وكيفاش كان عندي هذا المشكل وكيفاش قلبت على هذا المشكل وكيفاش طحت في هذا لا سوليوشن. من بعد ما جربت هاد جوج ديال العشبات المده ديال شهرين او المده ديال 15 يوم بدات النتيجه كتبان ليا. وانت كتعاود يعني هادشي تقدر سواء ديروا فيديو، تقدر تلقى اون فيديو تجيب شي وحده ولا شي واحد اللي يدوي يعاود هاد ليستوار هادي، كيما تقدر يكون داكشي تكست، لكن انا دائما افضل الفيديوهات. علاش؟ حيت الفيديو ضايع كيتبع معاك بنادم كيمشي معاك بنادم، سي بلو اتيرون كو ان الواحد يقرا بزاف في التليفون. ستوري تيلين اكزاكتومون خير تما. دونك كتعطي هاد ستوري تيلين كتعاود لبنان طان طان وهاد العشبه هادي وراه كاينه في مثلا جبتها من الصحراء وكاينه معروفه في المنطقه ديال سوس في واحد الجبل سميتو جبل اسا كران الحاج كران اسا الزاق ولا من الصحراء من شي بلاصه. يعني كتعاود 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 كتعاود، يعني هنا كندويو على ان برودوي اللي غادي نبيعو. لكن من بعد ما كتعاود المعاناه كيفاش باش توصل لهاد العشبه هادي مثلا، ولكن باش توصل لهاد العشبه هادي كيخصك بزاف ديال الوقت وغاليه وكتجيبها وغادي خصك تطحنها وغادي خصك تنشفها وغادي خصك دير ليها هادي ودوزها من بزاف ديال المراحل باش تخرج منها هاد لاكريم هادي. داكور؟ لكن انا لقيت لكم واحد الحل اللي هو بسيط. يعني هاد لاكريم هادي هاد الخدمه كامله عوض ما ديروها كامل كلشي، كاين واحد السيد ولا واحد لو سيت انترنيت اللي لقيتهم ديجا كيقادوا هاد لاكريم هادي اللي فريمون كيستعملوا هاد جوج ديال المواد اللي دويت عليهم، كيطحنوهم كينشفوهم كيزيدوا لهم المسائل كامله وكيخرجوا منهم دوك لاكريم. فعلا خديت عندهم لو برودوي هذا، جربته، جرباتو الوالده ديالي، جرباتو اختي، جربوا الناس اللي كانوا دايرين بيا و عطات نتيجه اللي هي كثيره. باش تحصل على هاد
الكريم هذا ما عليك الا تكليكي على هاد لو بوطون اللي كاين لتحت، يعني كيكون واحد لو بوطون لتحت كتكليكي عليه، اون فوا كتكليكي على داك لو بوطون كيديك لاندي بيج ديال البيع، تما فين كاين لاندي بيج فين كدوي على الكريم فريمون، كدوي على الكريم كدوي عاوتاني المسائل ديال اللي كيكونوا في لاندي بيج. لاندي بيج غادي نديروا لها شي حصه ديالها بوحدها ان شاء الله، حيت كاين بزاف ديال القوانين خصهم يكونوا في لاندي بيج، بيان سور لو تيتر ديسكريبشن يعني من ديسكريبسيون على لو برودوي، الصوره ديال لو برودوي البينيفيتس وال يعني الفيتشرز والبينيفيتس ديال لو برودوي ريفيوز شنو مازال بزاف ديال لي ريفيوز، كاين بزاف ديال الحوايج كيكونوا في لاندي بيج بيان سور تمام والفورمولير. دونك هنا بهذه الطريقه هذه سي ان بوتي فانل، يعني ان فانل اللي هو خفيف ظريف كتاتيري الناس في الاول، يعني ما كتحاولش تبيع لهم من الاول، علاش؟ حيت كلشي الناس غير بيع 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 بيع، كلشي دايرين داك البوطون ديال اشتي مانتونون، شري عندي شري عندي شري عندي شري عندي، كلشي باغي يبيع. انا من كثره ما كلشي باغي يبيع صافي الناس ما بقاوش باغيين يشريو، دونك هنا كتمشي طريقه اخرى كتعطي دو لا فالور، كتعطي دو لا فالور داكور، كتعطي واحد لا فالور الناس هو الاول، كيشوفوا الناس ديك لا فالور كيقتنعوا بديك لا فالور عاد كتبيع. هنا في هذه المرحله الاولى يعني كندوزهم فاليو، كتعطيهم واحد الفاليو اللي هي فابور ان فانر، كدوزهم من المرحله الاولى اوبتي بيج، من بعد كيدخلوا لاني بيج. الناس اللي كيشريو تبارك الله دائما، شوف في البيع والشراء نعطيكم عاوتاني واحد البلان بيت في البيع والشراء، دائما كتلقى واحد 3% ديال الناس اللي كيدخلوا عندك مستعدين انهم يشريو، دائما دوك 3% مع كيبان ليه البلان اصلا. هاد الناس هادو كيتعتبروا من بين الناس اللي عندهم مشكل وعارفين بلي عندهم مشكل وفريمون كيقلبوا على الحل، يعني ما خلو ما جربوا اي حاجه كطيح قدامهم كيجربوها. دونك اون فوا غادي يشوفوا عندكم هاد المسائل هادو كيشري، هادو كيتعتبروا دائما 3%. الربح ما كاينش في 3%، كاين في الناس الاخرين، وهنا فين كنخدموا الفانل ديالنا. كما قلنا 3% كيتعتبروا ناس اللي عندهم مشكل وفريمون كيقلبوا على الحل، كيقلبوا عليه، عارفين بلي عندهم مشكل وكيقلبوا على الحل، يعني هادو ايسون فريمون اكتيف كيقلبوا على الحل، اي حاجه حطيتها عليهم كيشريوها. كيتعتبروا هادو 3% وماشي هادو مع من كاين الربح، وهادو هما اللي كنلقاو دائما، يعني اي برودوي طلقناه في الاي كوميرس في الطريقه العاديه يعني باش تبيع راه يلاه 3% من دوك الناس هما اللي كيشريو عندنا. الربح كيكون في ديك 97% الاخرى اللي كاينه لتحت، وهنا غادي ندوي عليهم بالخف قبل ما نسالي لو لايف. كاينه بلاتي نجيب اكزاكتومون باش نعطي الارقام بالضبط، فوالا. من بعد كاينه واحد 17%، هاد 17% هي كتقلب عارفه بلي كاين بروبليم، يعني عارفه بلي كاين عندها مشكل و كتقلب على المعلومات، يعني ماشي كتقلب انا اشتري، يعني ماشي كتقلب على المعلومات باش انا اشتري، عارفه بلي كاين بروبليم ولكن ما عارفاش بلي كاين سوليوشن، داكور، عارفه بلي كاين بروبليم ولكن ما عارفاش بلي كاين سوليوشن، ولكن كتقلب، يعني في المره الاولى ديك 3% ديال الناس عارفين بلي كاين بروبليم وعارفين بلي كاين انت عندك لا سوليوشن وكيقلبوا، يعني هما مستعدين. ديك 17% عارفين بلي كاين مشكل ولكن ما عارفينش بلي عندك لا سوليوشن. من بعد كتجي واحد 20% ديال الناس هادو ما عارفينش، عارفين بلي كاين البروبليم ولكن فريمون ما عارفينش بلي كاينه لا سوليوشن ولا اصلا ما كيقلبوش على ديك لا سوليوشن. وكاينه ديك 60% الاخرانيه هي اللي معاهم الربح بزاف، اللي كيتعتبروا هادو كاملين كيتعتبروا كولد ترافيك، هادو ما عارفينش اصلا بلي كاين بروبليم باش يقلبوا على سوليوشن. دونك هنا شنو كنديروا؟ كنحاولوا او ماكسيموم دوك الناس التحتانيين نطلعهم، ديك 60% اللي ما عارفينش باللي كاين بروبليم كنحاولوا نقولوا لهم فوالا راه كاين هذا المشكل، هذا راه كاين هذا المشكل كاين،
كتقريهم يعني كتقريهم كتعطيهم دو لا فالور كيما درنا في الاول كتعطيهم الفاليو اون فوا كيعرفوا بلي كاين بروبليم كيطلعوا لوك 20% يعني كيوليو عارفين بلي كاين بروبليم ولكن ما عارفينش بلي كاينه لا سوليوشن. ثاني شنو كنديروا هنا كنقريو عاوتاني ديك لودونس باش نطلعوهم النيكست ستيب عاوتاني اللي هما الناس اللي عارفين بلي كاين بروبليم وعارفين بلي كاين سوليوشن باش نطلعوهم عاوتاني لدوك 3% اللي كاينين الفوق باش نقولوا لهم بلي راه فوالا راك عارفين بلي كاين بروبليم وراكم عارفين بلي كاينه سوليوشن خصكم تشريو دابا باش انكم تحلوا البروبليم اللي عندكم. دونك هادو هما لي ستيبس ديال الماركت هادشي اللي كاين في المارشي يعني المارشي هادشي اللي كاين فيه دائما 3% الاولى هما اللي كيكونوا مستعدين انهم يشريو عندنا وديك 97% خصنا نقريوهم باش اننا نطلعوهم يكونوا باير يعني اكتيف بايرز يعني يشريو دغيا. وكيفاش كنقريوهم كنقريوهم بالفانل يعني لو فانل الطريقه اللي وريتكم انا كنقريو يعني كتسخن ديك الكولد وورم الهوت يعني كاين تبارك الله كاين بزاف ديال الدراري هنا اللي فاهمين هاد المسائل كامله و تبارك الله عليكم والله لا صافي بليزير. دابا غادي ناخذ شي واحد في الدراري دونك هادي سي اون بوتيت نكملوا ديجا في ريتارغيتين انا شنو غادي نديروا يعني في المرحله الاولى قلنا ما كنحاولوش نبيعوا حتى المرحله الثانيه تما فين كنديروا فيديو على البرودوي ديالنا وشكون كنتارغيتيو انا كنتارغيتيو الناس اللي دخلوا عندنا الاوبتيم بيج ودخلوا عندنا لاندين بيج ولكن ما شراوش يعني هادو كيعرفونا عارفين بلي كاين المشكل كما قلنا عارفين بلي كاينه لا سوليوشن كما قلنا ولكن مازال ما شراوش. هنا كنطلقوا لهم حملات اعلانيه ديال الريتارغيتين بدا فيديو بوبليسيتير اللي كتحاول تبيع فيه ديريكتومون. بون المراحل ديال الفانل غادي نخلي هاد لا فيديو مسجله باش تبقى عندكم الى الناس اللي باغيين يعاودوا يشوفوها من الاول. نشوف شحال في الساعه نقدر نبقى واحد ربع ساعه نشوف شي واحد في الدراري هنا وندوي معاه. اوكي سي حمزه بالنسبه لهاد المسائل كامله ان شاء الله في وسط رمضان غادي يكون ان بروغرام اللي فيه 7 ايام يعني 7 ايام ديال الخدمه اللي ندوي فيه من فريمون من 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 كل نهار يعني غادي نخصصوا لواحد الحاجه. النهار الاول غادي يكون فيه شنو سميتو جات لي السميه غادي يكون فيه البروداكت ريسيرش في النهار الاول. النهار الثاني غادي يكون فيه فريمون الكوبي رايتين غادي نويو فيه ناكسيليريو فيه بزاف الكوبي رايتين ديال الاد كوبي وداكشي اللي كيتحط في اللاندي بيج والاوبتيم بيج. ابخي النهار الثالث الرابع والخامس غادي يكون فيه فيسبوك ادز وسكي تيستين فيز غادي يكون فيه نوردين السلام عليكم غادي يكون فيه تيست فيز غادي يكون فيه ريتارغيتين سكيلين والمسائل الاخرى ديال الفيسبوك ادز. والنهار السادس غادي يكون فيه كيفاش كندويو في التليفون يعني غادي نعطيكم دي سكريبت يعني اون جورني ديال السكريبت كيفاش كندويو في التليفون مزيان كيفاش نقدروا نبيعوا اي حاجه عن طريق التليفون كيفاش ندويو بلا ما نتفتفوا في التليفون يعني غادي نعطيكم كاع لي استراتيجي باش خدامين هنا في السونتر دابيل ديالنا ديال ايكغيك زد ميديا غادي نعطي لكم في النهار السادس. وفي النهار الاخر غادي يكون واحد لا جورني اللي غادي نديرو واحد لو لايف يعني الناس اللي غادي يحضروا معنا نشوفوا المشاكل ديالهم كاملين ونديروا لهم كوتشين داك لا جورني كامل يعني بالليل ولا بون غالبا الاحيان في رمضان غادي يبداو هاد لي بروغرام من 9 الليل حتى 12 الليل ولا من 10 حتى 1 الليل يعني غادي نخدموا بزاف في الليل. اللي بغى يحضر معنا غادي نلونسيو لي ليان من بعد ان شاء الله. وكنتسنى حمزه يطلع ما طلعش نور الدين غريض غريض نور الدين غريض غريض نور الدين. اوكي بون في لو بروغرام غادي ندوي فيه حتى على لاندي بيج وي وي في لو بروغرام نسيت هاد القضيه غادي ندوي تسعود ديال الفيديوهات تكنيك
كيفاش كنقادو لاندين بيج بورد بريس اليمنتور بروفيسيونيل. انا المسائل كاملين غادي تبارطاجو ان شاء الله في لي ستوريز الجايين يعني الايام الجايين. لو بروغرام يقدر يبدا لو 15 لو 15 يعني وسط رمضان ان شاء الله باش نساليو في لافان ديال رمضان ان شاء الله للناس اللي باغيين يحضروا معنا. لي ديتاي غادي تحطو ابري كاملين. دونك ان انفيتي الدراري هنا ما كيطلعوش ما عرفت علاش. ما عليناش دونك الدراري حتى الغدا ونعاودو ان لايف جديد حلقه جديده في موضوع اخر. هذا لو لايف غادي يبقى مسجل. كنشكركم بزاف. السلام عليكم.